يعطيكم ألف عافية جميعا. اليوم إن شاء الله راح نحكي عن ديزاين تكنيك جديد، وهو الجريدي ألغوريثمز، وراح نفهمه من خلال مشاكل راح نغطيها أو تحل باستخدام الجريدي ألغوريثمز. أحدها راح نغطيه اليوم اللي هو الفراكشنال نابساك بروبلم. الفراكشنال نابساك بروبلم، بداية خلينا نفهم إيش الجريدي الجوريزمز. حكيت لكم الجريدي الجوريزمز هو ديزاين تكنيك او ديزاين بارادايم. لاحظوا الجريدي، ايش الجريدي؟ يعني الطماع. فهذا الديزاين تكنيك بنحكي انه يعني الالجوريزمز اللي فيها طائع او عندها طمع. راح نفهم من وين اجى هذا الكونسبت، مبدا الطمع بهذا الديزاين تكنيك. بدايه بحكي لي هذا الديزاين تكنيك هو سيميلر تو دايناميك بروجرامينج بات سمبلر ابروتش. يعني ليش؟ شو التشابه بينه وبين الديناميك بروجرامينج؟ انه الثنتين، these two design techniques or design paradigms are used to solve optimization problems. طيب حكينا الاوبتمايزيشن بروبلمز، للتذكير ايش يعني؟ يعني مشكله لها اكثر من حل، ولكن في حل واحد او اكثر بيكونوا هم الاوبتيمال، بيكونوا هم الاوبتيمال. فاذا لاحظوا هاي نقطه مهمه، انه الجريدي الجوريزمز ابسط وأسهل من الـ Dynamic Programming. طيب إيش الفكرة فيها؟ إنه when we have a choice to make, make the one that looks best right now. المقصود يعني شو that looks best right now؟ إنه أنا بدي أختار، يكون في عندي خيار آني أو محلي ممكن أسميه، وبفترض إنه هذا الخيار المحلي أو الآني اللي أنا افترضته بده يعطيني optimal solution للمشكلة ككل. بفترض إنه هذا الخيار الآني اللي بناء على المعطيات اللي موجودة عندي افترضته، بفترض وبتأمل إنه يعطيني globally optimal solution. شو يعني globally optimal solution؟ يعني حل للمشكلة ككل. لاحظوا في حكيت بأمل. شو يعني بأمل؟ يعني انه الجريدي الجوريزمز دو نوت اولويز ييلد ان اوبتيمال سولوشن، مش دائما بتؤدي لاوبتيمال سولوشن. ممكن في بكيس معينه تؤدي وبكيس اخر لا تؤدي. طبعا ايش شو اللي بيحدد هذا الشيء؟ سيرتن جنرال كاركترستكس، خصائص معينه بدها تتوافر بهاي المشكله مشان الجريدي الجوريزمز او حل الجريدي الجوريزم يعطي الاوبتيمال سولوشن لها. واضح يا جماعه؟ اذا هاي باختصار موضوع الجريدي الجوريزمز. طيب من وين اجى الكونسبت تبع الجريدي او الاسم المسمى هذا الجريدي؟ عشان زي ما حكيت لكم انا بفترض حل اني محلي وبامل وبطمع انه هذا الحل يعطيني يكون حل للمشكله ككل، يكون حل للمشكلة ككل. إذا من هون إجا مفهوم greedy algorithms. طيب يا جماعة، الـ designing greedy algorithms، يعني أنا كيف بصمم greedy algorithm، حل باستخدام greedy؟ في عندي ثلاث خطوات رئيسية مطلوب منك تفهمها. طبعا مش تحفظها، تفهمها طبعا من خلال الأمثلة أو algorithms اللي نأخذهم. أول شيء إنه أنا بدي أصنع greedy choice، يعني خيار، هذا خيار الطماع اللي بدي افترضه، اللي بامل انه يعطيني حل المشكله كل بدي افترضه. اذا اول خيار هو وي ميك ا جريدي تشويس. لاحظوا اند ار ليفت وذ اونلي وان سب بروبلم تو سولف. يعني بالجريدي الجوريزمز انا لما اختار جريدي تشويس دائما بكل ستيب راح يكون عندي وان سب بروبلم تو بي سولفد، فقط مشكله واحده راح تضل عندي مشان تحل. وهذا الحكي مثلا مش هيك بالدايناميك بروجرامينج. بالدايناميك بروجرامينج بكل ستيب كان في عندي ممكن يكون مجموعه من السب بروبلمز. طبعا لاحقا ان شاء الله راح نحكي عن الفروقات بين الجريدي الجوريزمز والدايناميك بروجرامينج. طيب اذا نرجع للجريدي الجوريزمز مشان اصمم الجريدي الجوريزم. اول خطوه اني افترض جريدي تشويس. الخيار او الستيب الثانيه اني انا اثبت هذا الجريدي تشويس. كيف يعني اثبت؟ يعني انه اقول انه هل هو هذا الجريدي تشويس اللي انا افترضته فعليا بعطيني حل المشكله ككل؟ طيب الاثبات هذا
بنروح للخطوة الثالثة برضه، إنه prove the optimal substructure. شو يعني prove the optimal substructure؟ إنه أفترض إنه أثبت إنه الحلول هاي الجزئية، خلينا نحكي للسب problems، بتعطيني globally optimal solution للمشكلة ككل. globally optimal solution للمشكلة ككل. إذا هاي الثلاث خطوات زي ما حكيت لكم راح نفهمها من خلال الأمثلة اللي راح نذكرها إن شاء الله على هذا الموضوع. طيب الـ correctness of greedy algorithms، يعني صحة الـ greedy algorithms من خلال الإثبات. أنا زي ما بحكي لك مش راح أجيب لك أثبت لي صحة الـ greedy algorithm. الفكرة الأساسية هون إن نفهم كيفية استخدام الألغوريثم، كيفية استخدام الألغوريثم، ونفهم من خلال هذا الشيء نفهم الديزاين تكنيك نفسه أو الديزاين بارادايم نفسه اللي هو الجريدي ألغوريثمز. طيب نيجي هون يا جماعة، هذا مهم جدا جدا، اللي هو بيمثل لي أو بيبين لي الفروقات بين الدايناميك بروجرامينج والجريدي ألغوريثمز. بداية بس مشان نذكر سوا، بحكي لي الدايناميك بروجرامينج: we make a choice at each step. The choice depends on solutions to sub-problems. وهو bottom-up solution. طيب نتذكر سوا شو المقصود بكل عبارة من هاي العبارات. بداية we make a choice at each step. خلينا مثلا ناخذ مثال الـ longest common subsequence بالدايناميك بروجرامينج، أو حل الدايناميك بروجرامينج للـ longest common subsequence. إذا متذكرين مثلا أنا بستيب معينة وصلت، قلت مثلا في حالة المساواة XI تساوي YI، الجواب كان 1 plus CLI ناقص 1 J ناقص 1. طيب في حالة عدم المساواة كان بدي أستدعي الماكسيمم بين CI ناقص 1 J و CI J ناقص 1. لاحظوا إذا في عندي خيارات مختلفة، عند كل خطوة أنا بدي أختار الخيار المناسب. إما في حالة مساواة بختار شيء، في حالة عدم مساواة بختار شيء ثاني. بنفس الطريقة في حالة الماتريكس تشين مولتيبليكيشن، أنا بكل خطوة بختار الشيء أو القيمة اللي بدي أفترضها. نفس الطريقة وهكذا. إذا عند كل خطوة أنا بختار الخيار المناسب اللي بدي أستخدمه. ولاحظوا يا جماعة هذا الاختيار، يعني لما زي ما بدي احكي بحكي CIJ بدي احلها، لاحظوا الاختيار هذا يعتمد على solutions ل sub problems انا بكون اوريدي حليتها. لاحظوا لما نحكي احنا مثلا بالماتريكس تشين مالتيبليكيشن، انا بدي احل M23، بدي اوجد قيمه M23. طب M23 شو بتساوي؟ M22 زائد M33 زائد اللي هو P الواحد في P الاثنين في P الثلاث. لاحظوا إذا حل الاثنين ثلاث اعتمد على حلول لمشاكل سابقة اللي هي إيش؟ اللي هي الـ M22 والـ M33. فبدون هذول الحلول ما بقدر أوجد الحل للمشكلة اللاحقة اللي بدي أحلها. فمشان هيك حكينا إنه إيش الـ Dynamic Programming Bottom Up Solution. شو الـ Bottom Up Solution حكينا؟ الـ Problems increase in size أو sub problems increase in size. كل مرة لاحظوا بال longest common subsequence ببدأ ب C00 وبنتهي ب CMN. بنفس الطريقة بال matrix chain multiplication ببدأ ب M11 و M22 و M33. لاحظوا عندي matrix واحدة فقط يعني، وبنتهي بإيش؟ ب M1N. M1N اللي هو لما يكون في عندي N number of matrices. فإذا هاي الشغلة مهمة، بدي أميز بين الـ bottom up solution والـ top down solution اللي راح نحكي عنه هلأ. بالنسبة للـ greedy algorithms يا جماعة، احنا بنفترض greedy choice وبعدين بنحل المشاكل اللي بتظهر بعد ما هذا الجريد تشويس يفترض او يصنع. لاحظوا the choice we make may depend on previous choices but not on solutions to solve problems.
الخيار اللي أنا بدي أفترضه بكل مرة هو ممكن يعتمد على خيارات سابقة، ولكن لا يعتمد على حلول سابقة، لا يعتمد على الحلول السابقة زي الدايناميك بروجرامينج. وهي شغلة مهمة راح تتوضح لنا من خلال الالجوريثمز اللي راح نحكيهم عن الجريدي الجوريثمز. آخر شغلة وهي مهمة جدا، إنه الجريدي الجوريثمز هو توب داون سولوشن. شو يعني توب داون سولوشن؟ يعني السب بروبلمز ديكريز ان سايز. لاحظوا بالتوب داون سولوشن ببدأ بان وبنتهي بايش؟ باقل شيء، اقل سايز ممكن، او نو سايز يتبقى عندي. فالتوب داون سولوشن هي عكس البوتوم اب. ولاحظوا بالتوب داون سولوشن بكل مرة راح يظهر عندي وان سب بروبلم تو بي سولد، يعني راح يتبقى والسايز بكل مرة راح يقل، السايز بكل مرة راح يقل. راح نفهم هذا الفاشن للديزاين من خلال الجوريثم راح نحكي عنه، اللي هو او مشكله راح نحكي عنها اللي هي النابساك بروبلم. واليوم ان شاء الله على الجريدي الجوريثمز راح نغطي جزئيه الفراكشنال نابساك. طيب لاحظوا يا جماعه ايش المشكله هاي النابساك بروبلم. بحكي لي باختصار لص بده يدخل او سارق بده يدخل على مكان معين ويسرق مجموعه من الايتمز اللي موجوده بهذا المكان. لاحظوا المكان في مجموعه من الايتمز، كل ايتم معروف ايش القيمه تبعيته، القيمه الكليه له، وايش الوزن الكلي اللي موجود له. فهاي باختصار هاي المشكله. طبعا اللص اللي بده ياخذ مجموعه من الايتمز، الفكره الاساسيه انه في عنده حقيبه، النابساك معناها حقيبه او شنطه. الشنطه هاي اللي مع اللص تسمح بوزن معين، يعني مثلا الحقيبه ممكن تشيل 5 كيلو، ممكن تشيل 10 كيلو، ممكن تشيل 15 كيلو، ممكن تكون شاحنه تشيل مثلا اطنان 10 طن وهكذا. المهم في وزن محدد مسموح او ماكسيمم ويت مسموح عندي، مش لازم اتجاوزه، يعني مش لازم اللص يتجاوزه. طيب طبعا الايتمز زي ما حكينا اللي موجودين بهذا المكان مرتبين او مش مرتبين، سوري، كل واحد له قيمته وله وزنه. طيب انا هون شو الفكره يا جماعه، ايش حل المشكله هاي؟ لاحظوا انت بدايه اذا بتدخل على المكان وبدك تاخذ مجموعه من الشغلات، اذا بتاخذ اي شيء انت فعليا اخذت، يعني حصلت بروفيت معين. ولكن في مجموعه معينه من الايتمز لازم تاخذها بحيث ما تتجاوز طبعا الوزن الكلي المسموح لك، مشان تحصل الماكسيمم بروفيت اللي هو الاوبتيمال سولوشن. اذا مشان هيك بنحكي عن اوبتمايزيشن بروبلم. في اكثر من حل، ولكن في حل واحد وممكن يكون اكثر من حل بعطيني ايش؟ بعطيني الماكسيمم بروفيت اللي هو الاوبتيمال سولوشن. اذا باختصار مشكله النابساك يا جماعه، عندك مجموعه من الايتمز، كل ايتم معروف وزنه الكلي وقيمته الكليه، وعندك وزن كلي مسموح لك ما بتقدرش تتجاوزه، وبدك تاخذ مجموعه من الايتمز بحيث انك تحقق الماكسيمم بروفيت. هاي المشكله باختصار. المشكله النابساك تقسم الى قسمين، 01 نابساك و فراكشنال نابساك. طيب شو الفرق بيناتهم؟ الفراكشنال نابساك انك انت تقدر تاخذ من الايتم نسبه معينه، يعني نصه، ربعه، ثلثه، يعني النسبه اللي ممكن تاخذها بتتراوح بين صفر و100%، ممكن تكون اي قيمه بين الصفر وال100%. بالمقابل الزيرو والنابساك اما 0% واما 100%، يعني اما بتاخذ الايتم كامل واما ما بتاخذ ولا شيء منه. هاي باختصار مشكله النابساك بروبلم. اليوم راح نغطي الفراكشنال نابساك بروبلم. الفراكشنال نابساك بروبلم مشكله مثلا على الفراكشنال
على سبيل المثال محل فيه ذهب وألماس وفضة وإكسسوارات. بداية الخيار الأفضل طبعا أنا، وفي مثلا شنطة معينة موجودة بتشيل 5 كيلو مثلا، وهذول الايتمز اللي موجودين من ذهب لفضة، الفضة مثلا موجود في 2 كيلو، الذهب كيلو، الفضة مثلا في عندك 5 كيلو، والاكسسوارات 10 كيلو. لاحظوا طبعا افضل خيار هون ايش؟ انه اللص ياخذ الايتم with the maximum value per weight، يعني صاحب اعلى قيمه اللي هو مثالنا هذا الالماس. الالماس وزن الكيلو او ثمن الجرام منه هو اعلى شيء مقارنه ببقيه الايتمز. فانا فعليا باخذ الايتم هذا الاغلى، اذا بقدر اخذه كله تمام اخذته، عندي 2 كيلو الماس بحطهم بالشنطه، الشنطه بتسع 5 كيلو، اذا لاحظوا تبقى وزن مسموح 3 كيلو. الثلاثة كيلو هذا بنتقل بعدين بنفس الطريقة، بنتقل للآيتم الآخر، وهاي فكرة الجريدي ألغوريثمز. أنا افترضت جريدي تشويس إنه بدي آخذ الآيتم صاحب أعلى قيمة، صاحب أعلى قيمة بير ويت، وبدي أفترض إنه هذا الشيء راح يعطيني الماكسيمم بروفيت لحل المشكلة ككل، يعني أعلى قيمة مادية من الآيتمز اللي راح آخذها. فهون الفكره الاساسيه، لاحظوا اذا الهدف الاساسي انا انه مجموع الاوزان اللي بدي اخذهم من الايتمز المختلفه ما يتجاوز الوزن الكلي اللي مسموح اللي هو الدبليو، اللي هو الماكسيمم كاباسيتي للنابساك للحقيبه او الشنطه اللي موجوده، وبنفس الطريقه مجموع القيم اللي بدي اخذها من الايتمز المختلفه تكون هي الماكسيمم، تكون هي الماكسيمم. لاحظوا انا انت بكل بالمشكله هاي الايتم صاحب اعلى قيمه بدك تاخذه كامل اذا بتقدر. هلا اذا ظل في وزن مسموح بدك تنتقل للايتم اللي يليه من حيث القيمه بير ويت، وبنفس الطريقه بدك تاخذ قد ما بتقدر منه. قدرت تاخذه كله تمام اذا في وزن بيسمح بهذا الشيء بالحقيبه اللي موجوده معك، وهكذا بتستمر عبين ما ايش، عبين ما اما متى بنوقف؟ هلا نشوف متى راح نوقف، اما لما تتعبى الحقيبه اللي موجوده معنا او انها تنتهي الايتمز، اما تتعبى الحقيبه واما تنتهي الايتمز. فاذا يا جماعه ايش الجريدي، اذا سئلت ايش الجريدي تشويس لا الفراكشنال نابساكي بروبلم، بتحكي انه choose the item with the maximum value per pound، choose the value أو the item with the maximum value per pound، يعني بدي أختار الايتم صاحب أعلى قيمة بالجرام، للجرام الواحد أو للكيلو حسب وحدة الوزن المستخدمة. وزي ما حكيت لكم هون، زي ما احنا شايفين if the supply of that element is exhausted and the thief can carry more take as much as possible from the item with the next greatest value per pound. إذا زي ما حكينا يعني فعليا بدي ارتب الايتمز اللي موجودين عندي حسب القيمه، قيمه الجرام الواحد او الكيلو او الباوند او ريفر، وبعدين اصير اخذ منهم اول باول، اخذت من صاحب اعلى قيمه، ظل عندي وزن مسموح بنتقل للايتم الثاني، باخذ قد ما بقدر منه، ظل عندي وزن مسموح بنتقل للايتم الثالث، وهكذا. اذا هذا باختصار هو حل الفراكشنال نابساك بروبلم باستخدام الجريدي الجوريزمز. طيب لاحظوا هذا الجوريزم الفراكشنال نابساك، عندي الوزن الكلي اللي مسموح، وعندي الري بتحتوي على القيم المختلفه للايتمز المختلفه، والري اخرى بتحتوي على الاوزان المختلفه للايتمز المختلفه. هلا في عندي لاحظوا هون وايل ستيتمنت، ما دام تبقى عندي وزن يعني الدبليو بعدها اكبر من صفر، ولاحظوا اند As long as there are items remaining، يعني الـ i اللي هي بترمز للـ items برضو أكبر من صفر، يعني ما صارت صفر، أنا ببدأ من item إيش؟ من آخر item هون اللي هو item n، بدي أختار الـ item with the maximum value per weight صاحب أعلى قيمة.
اخترته بدي اختار هلا شو النسبة اللي بدي اخذها منه. لاحظوا هاي الستيتمنت اكس اي بيساوي مينيمم بين الواحد والدبليو على الدبليو اي. من وين اجت هاي الستيتمنت؟ لاحظوا اذا الدبليو طبعا هو الوزن المتبقي والدبليو اي هو وزن الايتم اللي انا عنده. لاحظوا مثلا اذا الوزن المتبقي 3 ووزن الايتم اللي انا عنده 6، فالقيمة هاي النسبة هي راح تكون 3 على 6 وتساوي نص. لاحظوا بالتالي النسبة اللي بدي اخذها من هذا الايتم راح تكون مش واحد، راح تكون نص. اذا متى بتكون النسبة اللي بدي اخذها من الايتم اللي انا عنده اقل من واحد؟ لما يكون الوزن المتبقي اللي مسموح لي اقل من الوزن تبع الايتم اللي انا موجود عنده، فبالتالي هون راح اخذ نسبة اقل من واحد من هذا الايتم، مشان هيك راح نختار المينيمم بين هذول القيمتين. ولكن اذا في حال انه الوزن المتبقي اكبر من وزن الايتم اللي انا عنده، لا ساعتها باخذ الوزن كامل للايتم اللي انا موجود عنده. طيب اذا ريموف ايتم اي فروم ليست، يعني هون فعليا ككود اي ماينس ماينس، تمام، مشان انتقل للايتم اللي بعده. و الدبليو الوزن المسموح المتبقي شو بدي انا اطرح منه؟ اطرح منه الوزن اللي اخذته من الايتم اي، من الايتم اي اللي هو اكس اي اللي هي النسبه اللي اخذتها في دبليو اي. لاحظوا اكس اي زي ما حكينا بالفراكشن نفسها بتتراوح بين 0 و 100%، يعني ممكن تكون 0 ممكن تكون 1% 5% 20% لحد ايش؟ لحد 100%. طبعا بدي استمر جوا الوايل لوب هاي عبين ما ايش؟ عبين ما اما ينتهي الوزن أو تنتهي الايتمز اللي موجودة عندي. لاحظوا باختصار الكومبلكسيتي هون لهذا الكود هو كويرست هي N. فإذا مشان هيك الرننج تايم هو بيك ثيتا لأن في حال إنه طبعا الايتمز أوردرد يعني مرتبة حسب القيمة بير باوند أو بير جرام أو بير ويت. في حال مش مرتبة طبعا من الأكبر للأقل، يعني صاحب أعلى قيمة لحد إيش برتبهم لحد صاحب أقل قيمة. إذا مش مرتبين بدي أضطر أرتبهم، مشان أرتبهم بدي أستخدم الميرج سورت الكويك سورت whatever. واتفقنا إنه أفضل average case for sorting هو complexity ككومبلكسيتي بحكي هو N log N، فبالتالي راح يكون لترتيبهم N log N ولهذا الكود N، وبالتالي الكومبلكسيتي الكلية في حالة انهم مش مرتبين راح تكون ان لوج الان. فاذا باختصار هذا هو الفراكشنال نابساك بروبلم. ناخذ مشكله يا جماعه عليه، ناخذ مثال. عندك هذول الايتمز، عندك 3 ايتمز، اعطيتك انا 3 ايتمز، كل ايتم اعطيتك الوزن الكلي له والقيمه الكليه له، واعطيتك برضه الوزن الكلي للحقيبه اللي يعني قديش مسموح انك تشيل. لاحظوا الوزن الكلي هون بيساوي 50 باوند او 50 كيلو، واعطيتك 3 ايتمز. الايتم الاول وزنه 10 وقيمته 60، اثنين وزنه 20 وقيمته 100، والثالث وزنه 30 وقيمته 120. قلنا بدايه الجريدي، اذا بدي استخدم انا الجريدي الجوريزمز، اول شيء بدي اختار الايتم with the maximum value per weight، وبعدين ارتب بقيه الايتمز برضه حسب الفاليو بير ويت. فمشان هيك راح يكون ايتم واحد صاحب اعلى قيمه بير باوند اللي هي 60 على 10 وتساوي 6 دولار بير باوند، وايتم 2 راح يكون الثاني من حيث القيمه راح يكون عشان 100 تقسيم 20 5 دولار بير باوند، وايتم 3 120 ديفايدد باي 30 اللي هي 4 دولار بير باوند. اذا لاحظوا صار عندي هلا العناصر مرتبه، اكثر واحد هو ايتم او صاحب اعلى قيمه هو ايتم 1، بعدين ايتم 2، بعدين ايتم 3. بالفراكشنال نفسك بحكي لي خذ قد ما بتقدر من ايتم واحد ما دام في وزن يسمح بذلك بالنفسك الكليه. اذا ايتم واحد لاحظوا بنقدر ناخذه كله اللي هو 10 عشان عندي 50. اذا قديش تبقى عندي؟ تبقى عندي 40، تبقى عندي 40. ولاحظوا هذا هون بنفهم التوب داون سولوشن فاشن، التوب داون سولوشن. لاحظوا بدايه قلنا التوب داون دي سب بروبلمز ديكريز ان سايز، كان عندي وكل مره راح ينتج عندي ايش؟ 1 سب بروبلم. لاحظوا كان عندي 50 حطيت ال 10 صفى عندي قديش؟ صفى عندي 40. لاحظوا المشكله قاعده مالها بتقل بالسايز.
طيب هل بقدر ايتم 2 اخذه كامل كله؟ نعم بقدر، عشان في عندي الوزن المسموح 40 والوزن تبع ايتم 2 هو 20، اذا بقدر اخذه كامل. اذا صار عندي 10 و20، صرت حاط 30 بالنافسه في الكليه، صفى عندي طبعا وزن مسموح 20. لاحظوا اجينا لايتم 3 هلا، ايتم 3 وزنه 30. هل بقدر اخذه كله؟ لا، عشان الوزن المتبقي فقط 20، اذا راح اخذ 20 على 30 منه. 2 على 3 من ايتم 3. فبالتالي القيم صارت اللي موجوده عندي، ايتم 1 اخذته كله اللي هو 60 دولار، ايتم 2 اخذته كله اللي هو 100 دولار، وايتم 3 اخذت ثلثين او 2 ثيرد اوف ذا 120 اللي هي 80 دولار، 2 على 3 ضرب 120 تساوي 80 دولار. لاحظوا مجموع هاي الاوزان اللي اخذتها للايتمز المختلفه هو 240 دولار. لاحظوا يا جماعه هاي القيمه اذا بتشيك على الحلول المختلفه عندك هون، يعني مثلا بدل ما تاخذ هيك بالترتيب هذا، ابدا مثلا بايتم 3 وبعديها مثلا روح على ايتم 2، او ابدا بايتم 2 وبعدين روح على ايتم 3 وبعدين روح على ايتم 1 وهكذا. لاحظوا مثلا اذا بدنا ناخذ ايتم 3 بدايه، اخذنا اللي هو 120 دولار، بعدين اخذنا ايتم 2 اللي هو 20، وهيك بتكون تعبت النفسك 30 و20 50 تعبت. شو بتكون القيمه الكليه اللي اخذتها؟ 120 زائد 100 وتساوي 220، وستيل less than 240. اذا اخذت ايتم 3 مثلا وايتم 1 راح تاخذ 120 زائد 60، بتقدر تاخذهم كلهم، هاي 180، بصفي عندك فقط 10 من نفسك، اذا بدك تاخذ نص ايتم 1 اللي هو 50 دولار. لاحظوا بصير عندك 180 زائد 50 وتساوي 230، ستيل برضه less than 240 دولار. فبالتالي لاحظوا هون بالفراكشن نفسك الجريدي تشويس اعطانا اوبتيمال او جلوبالي اوبتيمال سولوشن لهي المشكله، اعطانا جلوبالي اوبتيمال سولوشن، عشانه من خلال هذا الاختيار اللي انا اخذته او صنعته انا قدرت احصل الماكسيمم بروفيت. طيب بالنسبه ل اذا زي نرجع نحكي بالنسبه للفراكشنال نابساك الجريدي تشويس اللي انا بختاره اللي اخترته هو اني تو بيك ذا ماكسيمم او ذا ايتم وذ ذا ماكسيمم فاليو بير ويت. طيب اذا حكينا شو اللي بنعمله، ايش اللي ممكن تعطى انت مجموعه من الايتمز ونابساك كليه ويطلب منك انه تعطينا الماكسيمم بروفيت والايتمز اللي لازم تاخذها مشان تحقق او تحصل الماكسيمم بروفيت. زي مثالنا هذا اخذنا ايتم 1 وايتم 2 و2 ثيرد من ايتم 3. طب لاحظوا يا جماعه اذا حولنا هاي المشكله لزيرو ون نفسك، اذا حولنا هاي المشكله لزيرو ون نفسك، شو يعني زيرو ون نفسك؟ زي ما حكينا انه النسبه اللي بقدر اخذها من الايتم الواحد هي اما صفر واما 100%، اما صفر واما واحد. ولاحظوا الشروط ما زالت كما هي زي الفراكشنال نفسك، مجموع اوزان الايتمز المختلفه مش لازم يتجاوز الوزن الكلي للحقيبه اللي موجوده، ومجموع القيم اللي بدي اخذها من الايتمز المختلفه لازم يكون الماكسيموم. لاحظوا باللي نفس المشكله نفس الايتمز هاي، اذا نفس الشيء بدي استخدم الجريدي تشويس نفسه اني ارتبهم اخذ الايتم صاحب اعلى قيمه بير ويت وارتب البقيه حسب برضه نفس الشيء. لاحظوا هون يا جماعه اذا بدك تاخذ هذا طبعا مشكله 01، اذا اخذت ايتم 1 اللي هو 60 دولار صفى عندك من النفسك 40، انتقلنا لايتم 2 اخذت ال 20 كامله، عشان طبعا لازم تاخذ اما كامله واما ما بتقدر تاخذ ولا شيء. فشو صار عندك 10 زائد 20 30 باوند موجودين عندك من النفسك، شو صفى عندك متبقي 20 فقط. طيب 20 فقط، يعني اجاك ايتم 3 اللي هو 30، هل بتقدر تاخذه؟ لا ما بتقدر تاخذه، عشان نو 30 اكبر من الوزن المتبقي المسموح، وقلنا انه هاي 01، يعني اما بتاخذ الايتم كله واما ما بتاخذه. زي مشكله مثلا مكتب معين، في كرسي وفي طاوله وفي مكتب وفي لابتوب، هذا لاحظوا الايتمز هاي اما بتاخذها كلها
واما بتاخذ لا شيء ولا nothing from it، فاما بتكون 0% او 100%. فبمثالنا هذا لاحظوا اللي قدرنا ناخذه فقط بعد الترتيب، اخذنا item 1 و item 2، لاحظوا اللي هم قيمتهم ايش، 100 زائد 60 وتساوي 160. 160 بالمقابل في حل، هل في حل، اذا بسال حالي هل في حل اخر افضل او بعطيني بروفيت مور ذان 160 دولار؟ نعم في، خذ ايتم 3 وايتم 2، هاي هم الثنتين 30 و20 بيساوي 50، اذا ما تجاوزنا الوزن الكلي المسموح. لاحظوا اذا اذا اخذنا ايتم 3 وايتم 2 بتكون الماكسيمم بروفيت اللي بحصله او البروفيت اللي حصلته 120 زائد 100 وتساوي 220 دولار، وهي اكبر من 160 دولار. اذا لاحظوا يا جماعه هذا اللي بدنا نتوصل له هون، انه الجريدي الجوريزمز مش do not always yield an optimal solution. لاحظوا بالكيس هذا الـ 01 الجريدي تشويس اللي انا افترضته ما حل لي المشكله، ما اعطاني الماكسيمم بروفيت، عشان زي ما شفنا هون في حل اخر بعطيني بروفيت اكبر من البروفيت اللي حققته من خلال الجريدي تشويس. فبالتالي في هاي الحاله انا عندي هاي المشكله 01 الجريدي الجوريزمز ما حلت لي اياها، اذا بدي افكر بديزاين تكنيك اخر يحل لي هاي المشكله اللي هي مشكله اوبتمايزيشن. شو اللي حكينا الديزاين تكنيكس الاخرى اللي بتحل لي مشكله اوبتمايزيشن؟ حكينا ممكن الدايناميك بروجرامينج او الميمويزيشن، وان شاء الله المحاضره القادمه راح نشوف حل الدايناميك، نشوف حل الدايناميك بروجرامينج ل 01 نابساك بروبلم. اذا لاحظوا الفكره الاساسيه هون، برجع باكد على مفهوم التوب داون سولوشن، انه لاحظوا بكل ستيب بالجريدي الجوريزمز بنتج عندي سب بروبلم واحده، وبكل خطوه السب بروبلم decreases in size، تقل بالسايز تبعها. فهيك بنكون انتهينا يا جماعه من الفراكشنال نابساك، وان شاء الله المحاضره القادمه راح ناخذ حل الدايناميك بروجرامينج ل 01 نابساك بروبلم. ويعطيكم الف عافيه.